بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، وفي النهاردة نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، هتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، وهتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية. ممكن هذه الرياح تصل لحد العاصفة على مناطق من شمال ووسط الصعيد وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية، وده على فترات متقطعة. كمان النهاردة في فرصة لسقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وسيناء، وهتأدي أو تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة، وهل في فعلا عاصفة ترابية هنتعرض لها النهاردة ولا لا؟ هو احنا طبعا اليوم هنشهد بعض التغيرات والتقلبات الجوية في حالة الجو، لكن شدة التغيرات هتختلف من محافظة لمحافظة، لان احنا هنتاثر بامتداد منخفض جوي متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا، وايضا منخفض جوي متعمق على سطح الارض. منخفض الجو المتعمق على سطح الارض هيعمل على حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، هيكون معاه فتن هوائيه جنوبيه معاها رياح نشطه وسرعات رياح قويه هتؤدي لاثاره الرمال والاتربه. الرمال والاتربه هتؤدي لتدهور وانخفاض الرؤيه الافقيه، واللي ممكن توصل لحد العاصفه على المحافظات اللي موجوده في شمال ووسط الصعيد، يعني زي الفيوم، المنيا، بني سويف، سوهاج، المناطق دي هي المعرضه للعاصفه اللي هو تدهور في وانخفاض في الرؤيه الافقيه. ايضا بعض الاماكن من محافظه البحر الاحمر وخليج السويس والصحراء الغربيه هي المناطق دي سرعات الرياح فيها توصل ما بين 50 الى 60 كيلو متر على الساعه، فبالتالي هيحصل تدهور وانخفاض في الرؤيه الافقيه اللي ممكن يوصل لحد العاصفه. لكن المناطق الشماليه هتتاثر بنشاط الرياح المثير للرمال والاتربه لكن بشده اقل، يعني هيكون في نشاط لرياح على بعض المناطق من محافظات الوجه البحري والسواحل الشماليه، هيكون مثير للرمال والاتربه على مناطق المكشوفه والطرق الصحراويه في القاهره الكبرى وجنوب الصعيد. يبقى خلينا ناكد ان الحاله قوتها هتكون على المحافظات اللي موجوده في وسط الصعيد، شمال وسط الصعيد وخليج السويس ومحافظه البحر الاحمر والصحراء الغربيه. طب هل بناء على ده في المناطق او في المحافظات اللي هيكون فيها الرياح المحمله بالاتربه هتاثر على الاعمال اليوميه، يعني يفضل الناس ما تخرجش؟ هو احنا مش هنقول نفضل ما تخرجش، لان في بعض الاعمال المهمه اللي احنا لازم هنخرج عشانها، لكن ضروري ناخد احتياطاتنا واحنا خارجين، يعني احنا ضروري جدا واحنا خارجين وخاصه مع سرعات الرياح العاليه في اي محافظه من المحافظات اللي موجوده معانا لازم نبتعد عن اعمده الاناره، اتشاك الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه، الاشجار، لان سرعات الرياح عاليه بشكل كبير في الحاله الجويه دي، بتتراوح على المناطق الشماليه ما بين 35 الى 45 كيلو متر على الساعه، المناطق اللي زي ما ذكرناها في وسط الصعيد او خليج السويس بتتراوح ما بين 50 الى 60. العنصر الثاني واللي مهم معانا في الحاله الجويه ايضا هو سقوط الامطار، ويمكن هي بدات بالفعل في معظم المحافظات، هيكون معانا تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه والرعديه اللي هيسحبها سقوط امطار متفاوتة الشده ورعديه احيانا من محافظه لمحافظه، يعني هتبدا على السواحل الشماليه تكون شدتها اكثر، وكل ما تقدمنا للمناطق الداخليه ممكن شده الامطار تقل، لكن هتظل امطار رعديه على السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري تمتد ايضا للقاهره الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد، خليج السويس وسيناء، اغلب المناطق الشماليه هيكون عليها امطار رعديه. بالاضافه كمان معانا النهارده ارتفاع في درجات الحراره العظمى اليوم على القاهره الكبرى 36 درجه مئويه، جنوب الصعيد 44 درجه مئويه، وايضا شمال الصعيد 44 درجه مئويه، فاجواء اليوم هتكون اجواء شديده الحراره مع حركه المنخفض الجوي. هي الحاله الجويه هتكون اليوم ان شاء الله، ومع غدا الاربعاء تستقر الحاله الجويه بشكل كبير، بس زي ما قلنا مهم جدا ناخد احتياطاتنا، مهم جدا قائد المركبات والمسافرين على الطرق وخاصه الطرق الصحراويه، الاماكن المكشوفه بشكل كبير، الطرق المؤديه منها الى محافظات الصعيد، لازم تكون القياده بهدوء تام، لان هيحصل تدهور وانخفاض رؤيه افقيه على الطرق. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره
العظمى فيها 36 والصغرى 24. العاصمة الإدارية 36-24. اسكندرية 28-20. العلمين الجديدة 27-20. مطروح 26-18. دمياط 28-22. بورسعيد 27-22. الإسماعيلية 35-23. السويس العظمى فيها 35 والصغرى 22. العريش 28-21. كاترين 28-15. طابة 35-24. حلايب 33-28. شلاتين 38-26. شرم الشيخ 37-26. والغردقة 38-28. لو رحنا للفيوم العظمى فيها 42 والصغرى 26. بني سويف 43-26. الوادي الجديد 43-25. أسيوط 43-27. سوهاج 44-27. وقنا 43-27. الأقصر 44-28. وأخيرا أسوان العظمى فيها 44 والصغرى 28. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنروح لجمانة وشازلين كمل معهم باقي فقرتنا. شكرا لكلامك.